من المنتخبات اللي تأهلت الأول. خلينا نخش في الدوائر بتاعتنا قبل ما أقرأ معاك دور ال 16، نقرأ مع بعض الدور ال 16 وتوقعاتك كده. من المنتخبات اللي تأهلت عندنا المغرب والسنغال. السنغال. شايف المنتخبين دول أولا هل قدموا أوراق اعتمادهم كفرق تقدر تروح لبعيد في البطولة؟ وإزاي شايف فرصهم في المواجهات اللي جاية؟ طيب أنا الفرقتين دول الحقيقة أنا في رأيي ان هم عندهم فرصه كبيره جدا بالاداء اللي ادوه ان هم يتخطوا الدور اللي جاي. يعني تخيل انت المغرب مع اسبانيا، انا في رايي بنسبه تروح ل 70% ان المغرب ممكن يتخطى، تعملها. ممكن يتخطى بالمباراه باخر مباريات احنا شفناها الحقيقه. يعني اسبانيا مع اليابان الشوط الاولاني هم كانوا مستحوذين، الشوط الثاني اليابان فرضت رتمها عليهم انا كنت لسه بقول يعني مش عارف ده بادلك ولا جود لك، انه المنتخب فنشت دور المجموعات متصدره، فكان المفروض تقابل الثاني في المجموعه يعني اللي قدامها، فكان مفترض انه يبقى مثلا اليابان يعني يبقى، لكن حظها جه انه اليابان ركبت بقت نمره واحد واسبانيا نزلت بقت نمره اثنين. هل ده كويس؟ وهل مواجهه اسبانيا الطف من مواجهه المنتخب الياباني، ولا كانت اليابان تبقى اسهل نسبيا بالنسبه للمغرب؟ انا في رايي حاليا دلوقتي يابان السنغال المغرب الثلاث منتخبات دولت ممكن بنسبه كبيره جدا يكملوا، لان الاداء اللي ادوه في البطوله الحقيقه مش اداء بتاع مباراه وخلاص. ده طبعا مشوار منتخب المغرب بدا بتعادل مع كرواتيا وصيف النسخه الاخيره 0-0، ثم فاز على بلجيكا اقوى عروضه كان امام بلجيكا بنتيجه 2-0، ثم فاز على كندا وختم مشواره في المجموعات بفوز على كندا 2-1 اهله لصداره مجموعه. بالظبط، المغرب عامل الثلاث مباريات اداء هايل الحقيقه، وطبعا كسبان فرق كبيره جدا اذا كان بلجيكا او يعني وتعادل مع كرواتيا واحسب لكرواتيا طبعا. طبعا طبعا، عشان كده انا بقول لك مش مثلا ايه، احنا ما شفناش الفرق المنتخبات دي في نص ساعه او مباراه، لا ده بالعكس ادائهم في الثلاث مباريات ادائهم هايل. ناس كتير جدا كانت مراهنه على انه على خطا الاتحاد المغربي بانه استبعد خاليوزيتش من المشهد قبل البطوله واتى بوليد الركراكي المدرب الوطني، ولكن الحقيقه يمكن العروض اللي قدمها المغاربه تحت قياده الركراكي اعتقد اثبتت انه الاتحاد المغربي كان طبعاً عنده حق وكان طبعاً صاحب وجهه طبعاً نظر. طبعا على الرغم طبعا ان خاليوزيتش منتخب مدرب او مدير فني كبير وليه مشوار محترم، لكن الحقيقه تجربه الركراكي اعتقد انها جت، وخصوصا بعد عودة المستبعدين طبعا في اسماء كتير جدا. دي ده الاساس يعني دي الاساس اللي هم عملوا بيه التغيير الحقيقي، ان هم بيستبعد لعيبه كبيره جدا صانعين الفارق دلوقتي في تيم المغرب، فده كان الاساس الحقيقه ان هم خدوا قرار باستبعاد السنغال سريعا. السنغال انت عارف رغم ان هم خسروا ساديو ماني الحقيقه، لكن لا تيم كوره تيم كوره بيلعب كوره جماعيه، تيم كوره متوفر له كل حاجه، السرعه بالقوه بالمهاره بيربطوا ازاي بيستحوذوا ازاي الحقيقه، لا تيم كوره تقيل جدا جدا جدا.